صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل ما هو جميل. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا دابا عندنا 9:30 هكاك، غادي ان شاء الله نمشيو لكارفور، غادي نتقدى نشري شي كادو لواحد صاحبتي لانيفيرسير ديالها اليوم. ان شاء الله غدير انيفيرسير زوين، الله يكون الجو زوين، حيت بان لي الجو بحال غطيح الشتا، وهي باغا ديرو ان شاء الله في البارك ديال البارك اللي مول الفاكهه ندير ليه لوليد بنياتي يلعبوا. ايوا صافي، وكيبان لي الجو ماشي حتى تما، الله يربي يكون الجو زوين باش يدوز النهار ديالها زوين ان شاء الله. المهم البنات خليكم معايا ان شاء الله، تشوفوا الفيديو، تشوفوا التحضيرات، وتشوفوا لانيفيرسير ان شاء الله. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم البنات. صافي ساليت، لبست اون روب بحال هكا، صوبت شعري، صبغتو، وقديت شويه الحاله، ودابا حنا غادي ان شاء الله لانيفيرسير. Elle va appuyer sur le. Allez Lina, viens. Donne à ma maman. Au revoir papa. Au revoir papa. Allez. Au revoir papa. Allez. دوري ايدي thank you.
صافي حبوباتي، هكذا داز النهار ديال اليوم. داز النهار غزال 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 زعما من داك الشهر الرفيع. كنشكر بزاف صاحبتي اللي دارت لينا ديك الحفيله الغزاله مع الوليدات. صراحه تمتعوا مزيان وفرحتهم، الله يفرحها ويفرحها بنيتها يا ربي. كنتمنى لها عيد ميلاد سعيد ان شاء الله بطول العمر وبالصحه والهناء ان شاء الله يا ربي، والسعاده والنجاح والتوفيق في الحياه ديالها ان شاء الله. عيد ميلاد سعيد امورتي، وكنتمنى لكم ان شاء الله حتى نتوما وليداتكم كامل الله يحفظهم لكم، واي واحد عنده الفاليده ديال الكبد ديالو الله يحفظها لي يا ربي، يشوفها في احسن مقام واحسن ان شاء الله في المقام اللي باغي ان شاء الله يا ربي. صافي يا البنات، المهم دخلنا. صراحه تعطلت شويه حيت ما دخلتش للدار بكري حيت نسيت الساروت. صافي وتسنيت رجلي حتى جا من الجريده، حتى جا من الجريده وحل لي. المهم حيت ما كانتش عندي الساروت نسيتها، انا بعض المرات تنسى بزاف. صافي المهم البنات، جيت دابا كنوجد العشاء كيف ما غادي تشوفوا. اصلا خديت معايا سردين، خديته الصباح، مشينا لكارفور الصباح بكري شويه مع ديك 9:30 هكا تساندي تيكون عامر، وخصك الا بغيتي تمشي تقداي خصك تمشي بكري كارفور، وداك الشيء اللي كان. المهم خديت معايا شويه ديال السردين، وغادي ان شاء الله نقليه مع شويه ديال الخضار، شويه ديال الدنجال وشويه ديال القرعه والفريت وصافي. هذا ما كان البنات، بالنسبه للدنجال كيف ما كتشوفوا انا درت ليه شويه ديال الملحه وخليته حتى كيخرج منه داك الماء، داك الماء ديالو باش ما يبقاش يمص ليا الزيت، وحيت ما كان الدنجال كيشرب الزيت بزاف، وخليته حتى كيخرج منه داك الماء مزيان، وكنشفو كنشلو كنشفو شويه بابيي اللي كاين بالابسوربون. وصافي يا البنات، ودرت واحد القريعه كبيره هكا قطعتها حتى هي دوائر غادي نقليها. وخلاص السردين دابا نوريه لكم، والفريت درتو في ديجا كان درتو في الفران البنات. صافي هذا ما كان البنات، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تعجبكم، الى عجبتكم خليو ليا جيم وشي تعليق زوين، وتبارك الله. بالنسبه للناس الجداد اللي اول مره كيدخلوا القناه ديالي كنرحب بكم بزاف، وشكرا لكم على الزياره. وما تنساوش تفعلوا داك الجرس الاحمر باش كل مره يبقى يجي عندكم وقت يطيح عندكم الجديد نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد ديالي. وبالنسبه للبنات خلاص صحباتي البنات اللي كيخليو ليا لي كومونتير كنشكركم بزاف وكنبغيكم بزاف، وشكرا لكم بزاف على التشجيع وعلى التحفيز. ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي بنات. السردين المهم درت ليه شرموله ديالو، شويه ديال القزبر ومعدنوس الثومه الحامض القزبر، المهم التوابل كامله درت، شويه التحميره كثرت التحميره، وشويه ديال الابزار والكمون، وشويه سكينجبير، وشويه ديال الحرقوم، وخلاص العصير ديال الحامض والقزبر ومعدنوس قلتها والثومه. هذا ما كان البنات، المهم كيشهيو صراحه تيحمقني انا السردين. وهنايا درت هنايا غادي ندير فيها هذيك الدنجال، غادي المهم نحط عليه الطحين باش ما يتحرقش، وخلاص غندير كلشي هكا لهذا السردين تاعو. انا غير كنشارك معكم البنات، وكل وحده تبارك الله راه كل وحده خيرها في دارها. كنتمنى لكم ان شاء الله نهار غزال، ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. واحده الرائحه كتشهي كتشهي يا البنات، كتعجبني ريحه الحيت ملي كيتقلى، غير الحاجه اللي خايبه فيه هي ديك الزيت اللي كيشرب كيطلق الزيت بزاف.